شغل، حرية، كرامة وطنية، شعار ترفع من 14 جانفي 2011 ل 14 جانفي 2023. شنو اللي تحقق وشنو اللي ما تحققش من الشعار هذا؟ سؤال يجاوبون عليه ممثلي المنظمات الوطنية. للأسف شديد منذ 2011 خيرنا المسار السياسي عبر المجلس التأسيسي ثم الدستور 2014 دون النظر في إمكانية كتابة عقد اجتماعي واقتصادي يأخذ بعين الاعتبار المطالب بالثورة. خلينا نوصل اليوم في حالة من تقريبا السخط العام أو الاحتقان الاجتماعي العام. بالنسبة لمناخ الحريات في تونس نحاسينه أنه ماشي ويا ضيق، لازمنا نبقاو صامدين وصامدات من أجل الدفاع على المكاسب السابقة ولتحقيق مكاسب لاحقة في الحرية، في العدالة، في المساواة، في الكرامة، وفي الحق في الانتماء للجمعيات والأحزاب وفي المشاركة في الشأن العام وفي الشأن السياسي. نجم نقول أن حرية الصحافة والتعبير هي من أهم المكاسب المحققة فعليا يعني بعد ثورة الحرية والكرامة. مرت بعديد الفترات معناتها الفوق ولوطة، ثم فترات معناتها طاشت فيها هذه الحرية، ظهر فيها تعدد في وسائل الإعلام، تنوع، موضوعية، غيره، وجدت فترات فيها محاولات للتضييق على وسائل الإعلام مع تقريبا مع أغلب الحكومات اللي حكمت تونس بعد الثورة. مناخ الحريات اعتقد 12 سنة في تراجع، الحريات في تراجع والانتهاكات قاعدة تتزايد يوما بعد يوم. 12 سنة كانت فترات يعني كانت فترات ازدهرت فيها الحقوق والحريات، لكن فما فترات أخرى انتهكت فيها الحريات وقاعدين نشوفوا في نسق الحريات قاعد ينتهك يوما بعد يوم. الحقيقة ما زلنا ما حققناش حاجة كبيرة من مطالب الثورة، حققنا فقط الحرية اللي هي زادة اليوم أصبحت معناها مهدب هالمرسوم 54، وإن شاء الله على كل حال في كل حالات فما حرية تعبير اليوم، حرية رأي، حرية معناها على الأقل التنظم، لكن اليوم كذلك فما الأحلام والأهداف اللي حلمنا بها في الثورة في دولة اجتماعية ديمقراطية مدنية، دولة تكون فيها معناها الفئات الاجتماعية عندها حق، دولة الحقوق والحريات، دولة القضاء المستقل، دولة العدالة الحقيقية بين الجهات والفئات، هذا الكل، ودولة النمو الاقتصادي زاد، احنا ما نحبوا اقتسام الثروة مش اقتسام الفقر. اليوم هذا الكل ما زلنا ما حققناش فيه عبور وانتقال ديمقراطي. وبين اللي تحقق واللي ما تحققش منذ 2011 المنظمات اختارت انها تواصل نضالها من اجل تحقيق اهداف الثورة.